أنا كنأكد لك أنه لحد الساعة إلى حدود يوم أمس بالليل تم توزيع تقريبا شي 19 مليون كمامة على محلات تجارية. كنأكد لك هذه معطيات رسمية، 19 مليون كمامة كتوزع على المحلات التجارية. وباش توصل لهذه المحلات التجارية حنا خدمنا مع يعني موزعي بعض المواد الاستهلاكية اللي كيتم توزيعها بشكل يومي، وهي منتوج ديال الحليب. الحليب يعني من بين المواد القليلة اللي كتوزع على المحلات التجارية بشكل يومي. يعني كان هناك يعني تفكير في الإسراع يعني بتوصيل هذه الكمامات يعني المحلات التجارية. أنا كنأكد لك الكمامات التجارية كتوصل لمحلات البيع، كيف نقولوا كطير كتشتروا، يعني كاين هناك إقبال وكاين هناك تهافت على هذه الكمامات. هذا والحمد لله. شوف اللي نأكدوا المغاربة، احنا غاديين الإنتاج غادي في تصاعد. السيد الوزير كان أعلن أنه غادي ننتقلوا أكثر من 5 ملايين كمامة غادي توصل وإن شاء الله. احنا فهمتي كان هناك يعني شفتوا أنه كانت هناك لقاء مع الصيادلة، الهدف أنه بحث إمكانية إدراج وإشراك الصيدليات أيضا في توزيع الكمامات بحيث أننا غادي نكثروا من نقاط البيع. السعر إذا سمحتي سي مشرف 80 سنتيم عن الصيدليات أيضا عند هذه الكمامات. الكمامات الوقية يعني الكمامات هذا النوع ديال الكمامات الوقية اللي كنت حضرش عليها غادي تكون في 80 سنتيم. كاين هناك نوع آخر من الكمامات، هذه كمامات ذات استعمال طبي، هذيك مخصصة للأطقم الطبية وللمرضى، هذاك نوع آخر من الكمامات. ولكن الكمامات الوقية التي تم دعمها بتعليمات من صاحب جلالة حفظه الله يعني من طرف صندوق تدبير جائحة كوفيد، هذيك غتكون ب 80 سنتيم حتى في الصيدليات. نعم.